السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الراجع الوفاة طلعوا لنا صفحة 8 في كتاب بي، صفحة 8 في كتاب بي. سما، ممكن تقرينا السطر الأول؟ نعم، 4 0 9 9 0 9 7 4 2 2. ممتاز ممتاز، أحسنتي. رضا حامد، السطر الثاني. 2 نعم رضا، السطر الثاني، كتاب حاضر الساعة صفحة 8. 6 8 9 6 6 4 9 8 2 4. ممتاز أحسنت. وناخذ حسن، حسن السطر الثالث. 1 3 0 9 7 7 7 6 0 2. ممتاز أحسنت. ما راح أقرأ لكم الإجابات في السطر الأول صفحة 8 كتاب بي. السطر الأول الإجابات هي 4 0 9 9 0 9 7 4 2 2. السطر الثاني 6 8 9 6 6 4 9 8 2 4. والسطر الثالث 1 3 0 9 6 7 7 6 0 2. هذا فيما يخص الواجبات كتاب بي صفحة 8. ننتقل الآن، إذا أعطيناكم واجب صفحة 9 في كتاب بي، ناخذ كرار. يلا كرار، السطر الأول صفحة 9 في كتاب بي. نعم أستاذ، 8 0 9 0 9 0 9 9 4 8 2 3 2. نور الهدى، السطر الثاني. نعم أستاذ، 1 8 6 7 8 0 2 3 4 2. ممتاز. محمد راسم، السطر الثالث. 1 4 9 1 3 7 7 9 7 9. أحسنت ممتاز. قعقاع، رد لنا السطر الأول، عيد لنا السطر الأول. 8 0 9 0 9 0 9 4 4 2. ممتاز. مينا، مينا السطر الثاني. يلا مينا فتحي الميكروفون. ريهام حيدر. نعم أستاذ، السطر الثالث. 1 3 1 3 7 7 9 7 9. ممتاز أحسنت. راح أرد لكم الإجابات صفحة 9 في كتاب بي على مود تكسب الوقت. نعم راح يشتركون، الكل يشترك إن شاء الله في فقرات أخرى لاحقة. السطر الأول هو 8 0 9 0 9 0 9 4 4 2. السطر الثاني 8 6 7 8 0 2 3 4 2. والسطر الثالث 1 3 9 1 3 7 7 9 7. هذا فيما يخص الواجبات في صفحة 8 وصفحة 9 في كتاب أي. اليوم إن شاء الله موضوعنا راح يكون أيضا جدا بتحدي حلو، هو شلون نحل جمع وطرح إذا عندي عدد متكون من رقمين. تطلعون لي صفحة 11، صفحة 11، صفحة 11.
بالنسبة اللي ما يسمعوني هنا، هم ما مفعلين يعني بالنسبة لآية، ما مفعل المايكروفون من يمها، يعني لازم تفعل المايكروفون من تدخل للمحاضرة، يعني احنا هاي ثالث أو رابع محاضرة، المفروض يعني تعرفون هذا الشيء، من تدخل للمحاضرة زين لازم تفعل الصوت من يمك. نعم. أستاذ يا كتاب أيلو بي؟ كتاب بي طلعونا صفحة 11، بعدين صفحة 10 نرجع نحلها إن شاء الله، لكن اليوم راح ناخذ شلون نحل عدد متكون من رقمين. انتبه لي، هذا الموضوع جدا مهم. في المحاضرات السابقة احنا أخذنا يعني شلون نجمع ونطرح بالآحاد، نفس الشيء، يعني مثلا عندي هذا عمود الآحاد، وقلنا هاي الخرزات السفلية يعني كل واحدة بواحد، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة خرزات سفلية، والخرزة بوحدها الفوق تساوي خمسة. هنا هذا العمود الثاني هو يسمى عمود العشرات. فهاي هنا عندي عشرة، عشرين، ثلاثين، أربعين، وهاي بوحدها تساوي خمسين، يعني هاي خمسة وهنا صفر تساوي خمسين. هذا العمود يسمى عمود المئات، كل واحدة بيت جوه تساوي 100، 100، 200، 300، 400، وهاي بوحدها الفوق تساوي 500. إذا حتى نحل، شلون نحل؟ عندي مثلا أي صفحة 11 كتاب بي، أول وحدة أي راح أحلها لكم، لاحظ عندي 13، إيش قد عندك بالآحاد؟ 3، إيش قد عندك بالعشرات؟ 1 بالعشرات، إذا هاي 13. تباوع لل عدد اللي بورا زائد 36، وقلنا احنا اي عدد ما بي اشاره يعني اشارته جمع، ايش قد عندي بالاحاد؟ 6، فاصعد 6. زين، ايش قد عندي بالعشرات؟ 3، فاصعد 3. زين، انتهت معادلتي؟ لا، بعد بها ناقص 38. هاي الناقص مو تنقص فقط 3 وتزود 8، لا، هنا عمليات الطرح داخلة على الرقم العدد كله، يعني على تنقص 3 وتنقص 8 فسابق العدد كله. إذا ناقص 38، ايش قد عندي بالآحاد؟ أنقص 8، وعندي بالعشرات 3 أنقص، إذا الناتج اللي بقى عندي هو 11، الناتج اللي بقى عندي هو 11. حتى تحلها بصورة صحيحة وما يضيع تعبك، يعني اكو بهم ينقلون الناتج خطأ للورقة، لا، شوف شنو عندك هنا بالآحاد، خرزة واحدة تكتب جواها واحد، قد عندك بالعشرات، خرزة واحدة تكتب جواها واحد، وبعدين هذا الرقم اللي طلع لك من تحول الخرزات في صورتها إلى أرقام، هذا هو الناتج طلع عندي. إذا الناتج هو 11، الناتج هو 11. تمام، ناخذ سؤال آخر بي، أحللكم بي، لاحظ 99، ايش قد عندك بالآحاد؟ 9، وفي العشرات 9، إذا 99 ناقص 33. لاحظ هنا إشارة الطرح داخلة على العدد كله، تنقص 3 بالآحاد وتنقص 3 في العشرات، إذا ناقص 3 و 30 زائد 23، هنا عندي 3 في الآحاد وهنا عندي 2 في العشرات، إذا الناتج هو 89. 89 أحللكم سي أيضا، أريدكم تطبقون وياي المعداد مالكم، 38 زائد 61 ناقص 84 ناقص 84، إذا الناتج هو 15، الناتج هو 15. أريدكم تحلون لي باقي العمود، تحلون العمود الأول فقط، واللي يخلص العمود الأول يحل العمود الثاني. إذا ما انتهى التوقيت راح أعطيكم التوقيت هو 8 دقائق، نبدأ نحل بالسطر الأول، يحتاج تركيز يا أبطال، واللي يخلص السطر الأول يقدر بدون ما قبل لا يدق الوقت يقدر يحل السطر الثاني والثالث، خلي يشوف السرعة مالته، مو مشكلة من يدق الوقت يلا يتوقف في الحل، لكن المهم إحنا نحل حالياً السطر الأول فقط، ومثل ما قلت التوقيت هو 8 دقائق، واللي يحل
السطر الأول وما مخلصة 8 دقائق يبدي يحل السطر الثاني أو الثالث وهكذا من لمن يدق التوقيت. الآن نبدأ في الحل على المعداد. نبدأ في الحل على المعداد. اليوم مخصص شلون نحل جمع وطرح رقم متكون من يعني عدد متكون من رقمين أو من 3 أرقام وشلون راح نقدر نقراهن على المعداد بسهولة إن شاء الله. خلاص خلاص التوقيت يا أبطال، خلاص التوقيت. أوكي خلنا نشوف رضا حامد، رد لنا السطر الأول. طب 11 9 8 15 36 68 11 16 24 99. ممتاز أحسنت. سجاد السطر الثاني. نعم أستاذ. 42 49 11 60 50 69 64 65 39 67. أحسنت. لينا. السطر الأول. 11 9 8 15 26 68 11 16 24 99. أحسنت. نور الزهراء السطر الثاني. 42 49 11 65 50 13 64 65 39 67. ممتاز. آية السطر الأول. يلا آية. أستاذ. نعم أستاذ، أنتم يا كتاب قاعد شوفي. آية قاعد تسمعيني؟ آية هاي هاي رادك تدربين على برنامج زوم، يعني ما معقول هاي ثالث محاضرة ما تسمعين الصوت مالنا أو ما تعرفين تفتحين المايك. استاذ مو راحت علي المحاضرة كلها. اي مو انت ما يعني احنا هاي رابط وانا ما راح اسوي برنامج هسوي سوالية. المفروض انت تعرفين شلون من تدخلين للمحاضرة فعل الصوت، انت تدخلين بدون ما تفعلين الصوت شلون تسمعيني؟ لازم نفعل الصوت وهاي يلا ندخل المحاضرة. يلا ردي لنا السطر الأول. حليت ولا لا؟ استاذ احنا كتاب بي صفحة من يا كتاب بي صفحة 11 قاعد نحل بيها. يلا فهد عمار. نعم استاذ، اسمي فهد عماد. السطر الأول. 11 89 15 26 68 11 16 24 99 11. أحسنت. أستاذ اسمي فهد عماد مو فهد عمار. فهد عماد العفو. بس شوف بس اللي ما شاركوا ويانا يا أبطال يرفعون إيدهم، خلنا نشوف منهم ما شاركوا لا في الواجبات ولا في الرد حتى يعني الكل يشترك ويانا. خلينا نشوف. مريم صباح ردينا السطر الثاني. 42 49 11 65 50 13 64 65 69 67. ممتاز. يوسف حسن السطر الثاني. 22 29 11 66 50 69 64 65 69 69. أحسنت. محمد أحمد السطر الأول. نعم السطر 11 89 15 21 68 11 16 29 99 11. أحسنت.
ريهام السطر الثاني. 42 99 12 65 50 13 64 65 39 67. اوكي راح ارد لكم الاجابات. السطر الاول 11 89 15 26 68 11 16 24 99 11. السطر الثاني 56 5 31 11 98. العفو هذا غير سطر. السطر الثاني هو من البداية 42 99 11 65 50 13 64 65 39 67. الآن يا أبطال عندنا سبيد رايتنج، طلعوا لنا الدفتر مالتكم واسمعوا الأرقام اللي راح أرتهم. اليوم ما نريد أقل من 15 سطر، يعني لازم نسوي أكثر إن شاء الله. الأرقام هي 8 5 3 2 1 6 8 5 3 2 1 6. خلص التوقيت، ضع القلم. 64 111 321 29. ممتاز. حسن فليح. 31 45 71 62 23 128 67 111 321 29. ممتاز. رضا. 31 45 71 62 23 128 67 111 321 29. ممتاز. يا أبطال اللي يخلص خلي لا يرفع ايده، يشيل هاي العلامة حتى نعرف اللي منه ما اشتركوا ويانا، تمام؟ يلا سجاد. سجاد حيدر. لينا. 31 45 71 62 23 128 67 111 321 29. رغدة. 31 45 71 62 33 128 67 111 321 29. ممتاز. رغدة كتب الأرقام باللغة الإنجليزية، لأن أنا شفت دازتهم باللغة العربية، إحنا نكتب الأرقام في اللغة الإنجليزية مو بالعربي، تمام؟ أوكي. تمام أستاذ. زين. تمام. 31 45 71 62 23 122 67 111 321 29. ممتاز. نور الهدى. نعم استاذ. 31 45 71 62 23 128 67 111 321 و 29. ممتاز ممتاز. ناخذ ريهام وراها ماريا. يلا ريهام. نعم استاذ. واحد وثلاثين. نعم. واحد خمسة وأربعين.
سبعتاعش أقصد واحد وسبعين ستة وعشرين رديهن بسرعة ثلاثة وعشرين مية وثمانية وعشرين سبعة وستين مية وحداعش ثلاثمية واحد وعشرين واحد وعشرين تسعة وعشرين شكرا ماريا نعم واحد وثلاثين خمسة وأربعين واحد وسبعين اثنين وستين ثلاثة وعشرين مية واثنين وثلاثين سبعة وستين مية وتسعة ثلاثمية وواحد وعشرين تسعة وعشرين ممتاز محمد أحمد نعم أستاذ 31 45 71 62 23 128 67 111 321 29 ممتاز ممتاز نور الزهراء نعم 31 45 71 62 23 128 67 111 321 29 اوكي الاجابات هي 31 45 زين هنا سجاد خلينا نشوف سجاد سجاد نعم سجاد نعم استاذ 31 45 71 62 23 128 67 111 321 29 ممتاز الاجابات هي 31 45 71 2 60 23 128 67 111 321 و 29 الآن يا أبطال ترقمون لي من الواحد إلى العشرة راح نرد لكم حساب تخيلي حساب تخيلي من الواحد للعشرة حساب تخيلي حالياً الآن متكونة من أرقام متكونة من عدد متكون من رقمين زين نعم حساب تخيلي بدون استخدام المعداد نرقم من الواحد للعشرة الأول هو السؤال الأول هو 67 زائد 22 السؤال الأول هو 67 زائد 22 الناتج السؤال الثاني هو 16 + 31 الناتج 16 + 31 الناتج والسؤال الثالث هو 35 + 62 الناتج السؤال الثالث هو 35 + 62
السؤال الرابع هو 31 زائد 63 الناتج. أعيد السؤال الرابع، 31 زائد 63. السؤال الرابع هو 31 زائد 63 السؤال الخامس 99 ناقص 33 الناتج. أعيد السؤال الخامس 99 ناقص 33 السؤال السادس 83 زائد 16 83 زائد 16 هذا السؤال السادس 83 زائد 16 الناتج. السؤال السابع 78 زائد 21 78 زائد 21 بالنسبة هذا السؤال السابع 78 زائد 21 السؤال الثامن هو 94 ناقص 33 السؤال الثامن هو 94 ناقص 33 الناتج. السؤال التاسع هو 88 ناقص 52 88 ناقص 52 وآخر سؤال العاشر هو 55 زائد 32 55 زائد 32 خلصت. ناخذ جمانة عمار. استاذ خلصت. اوكي تمام شكرا. هو خلصنا احنا. أنا أشوف راغد إيش هي الإجابات كانت حساب تخيلي بدون معداد محمد أحمد شنو إجاباتك 89 97 64 99 99 60 63 67 88 أحسنت أحسنت دار ريهام نعم أستاذ 89 97 64 99 99 61 36 87 أحسنتم
محمد راسم. هي 89 74 97 94 66 99 99 61 36 87. رضا ايوه 89 47 97 94 96 99 99 61 36 87. احسنت ممتاز. لينا تسعة وثمانين ستة وأربعين ستة وتسعين أربعة وتسعين ستة وستين تسعة وتسعين تسعة وتسعين واحد وستين ستة وثلاثين سبعة وثمانين. ممتاز. رغدة سبعة وأربعين. مريم صباح تسعة وثمانين سبعة وأربعين سبعة وتسعين أربعة وتسعين ستة وستين تسعة وتسعين تسعة وتسعين واحد وستين ستة وثلاثين سبعة وثمانين. ممتاز ممتاز. قعقاع صادر بدي شارك دقيقة. نعم قعقاع تسعة وثمانين سبعة وأربعين سبعة وتسعين أربعة وتسعين ستة وستين تسعة وتسعين تسعة وتسعين واحد وستين ستة وثلاثين سبعة وثمانين. ممتاز. يلا حسن. تسعة وثمانين سبعة وأربعين سبعة وتسعين أربعة وتسعين ستة وستين تسعة وتسعين تسعة وتسعين واحد وستين ستة وثلاثين سبعة وثمانين. ممتاز. سجاد. نعم أستاذ. تسعة وثمانين سبعة وأربعين سبعة وتسعين أربعة وتسعين ستة وستين تسعة وتسعين تسعة وتسعين واحد وستين تسعة وثلاثين سبعة وثمانين. ممتاز. ماريا. تسعة وثمانين سبعة وأربعين سبعة وتسعين أربعة وستين ستة وستين ستة وستين تس قصدي العفو تسعة وتسعين تسعة وتسعين واحد وستين ستة وثلاثين سبعة وثمانين. ممتاز. شوفي أبطال يخلص خلي يشيل هاي العلامة، هاي العلامة خلي يشيلها مال الهاند رايز حتى نشوف منو اللي ما قاموا ما شاركوا ويانا يعني حتى يشتركون. ممتاز. يلا نور الهدى. نور الهدى. أحمد جمعة. نعم. تسعة وثمانين سبعة وثلاثين سبعة وتسعين أربعة وثلاثين ستة وستين تسعة وتسعين تسعة وتسعين واحد وستين ستة وثلاثين سبعة وثمانين. ممتاز. رغدة شلون ما يفتح المايك؟ أنا قاعدة أفتح لنا وأنتي بس واقفقي يعني قلي له أوكي يفتح هيك المايك. وين هو رغدة صراحة أضغط أنا على المايك أفتح لنا أنت قلي له أوكي تمام راح ينفتح المايك. هسه موجدتك رسالة؟ أنت ونور الهدى نفس الكلام أتكلمون. قاعد أفتح لكم المايك. زين. أستاذ انفتح عندي المايك. إي مو أنا قاعد أدز لكم رسالة أنتم تفتحونها يلا ردي لنا نور الهدى. رغدة ورا نور الهدى، أول مرة نور وبعدين رغدة، يلا نور. 89 47 97 94 66 99 99 61 36 87. ممتاز. يلا رغدة. 89 47 97 94 61 99 99 36 87. أحسنت ممتاز. خلينا نشوف بهد. نعم أستاذ أكو أسئلة ما سمعتها زين. اطفرها مو مشكلة إحنا هنا قاعد تدريب عندنا وقف أكو أغلاط لأن
خاف ما سمعت. قال ما سمعته مو مشكلة. 89 ورقم 3 يعني رقم 2 ما سمعته. إيه. 39 97 94 99 66 31 87 2 و 5 و 6 ما سمعتين. اوكي تمام مشكلة احسنت. زين يا ابطال راح ارد لكم الاجابات 89 47 97 94 66 99 99 61 36 87 29. راح اجربكم ناخذ يعني عدد متكون من ثلاثة ارقام و الكل يجاوب ويانا. راح افتح الميكروفونات للكل لكن نريد هدوء. كل الان اصبح بامكانه يفتح الميكروفون. هذا هو التحدي. يعرف الناتج راسا يقول يلا راح نبدا. هنا انا اقول الناتج يلا تلطونا الناتج. 78 أستاذ بس ما سمعت. ما سمعت أستاذ ما سمعت. إذا حد شاب شعين هدو هدو بعدني بعدني أنا يعني هدو. جاد هنا عندك صوت صدى كلش عالي قاعد يشوش على الصوت مالتي. لا الصوت هذا ما أدري شنو هذا. اوكي تمام ماذا اسمعك زين. اوكي تمام. السؤال هو 94 ناقص 33 زائد 25 نحسب حساب تخيلي ناتج 87 87 ناتج 11 اخر سؤال اخر سؤال 37 اخر سؤال 37 زائد 61 ناقص 31 ناقص 31 الواجب في كتاب بي صفحة 10 وإحنا حلينا 11 حليناها و 12. إذن الواجب في كتاب بي هو صفحة 10 و 12. صفحة 10 و 12 الواجب في كتاب بي. إن شاء الله في المحاضرة القادمة راح نتوسع أكثر وأرد لكم حساب تخيلي متكون من ثلاثة أرقام ونحتاج تدريبات مكثفة إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم في أمان الله.